متجر ترتل لبيع الكوينز يضمن من التصفير والباند، طرق الدفع عن طريق الباي بال والتحويل البنكي، وكل طرق التواصل حتكون في الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بصحة وسلامة. نبى المقدمة هذه المرة تكون سريعة شوية، اسرع من اللي فاتت. هذه المرة ما في فرصة للتصنيف. 27 فوز، 3 خسارات للأسف الشديد، بعد ما كنت 14-1 صرت 19-2 بعدين صرت 20-3 كلها ورا بعض للأسف الشديد، تقريبا ورا بعض. واحد منهم كان صراحة يستحق وعدمني عدم، اثنين اقسم بالله فكش 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 وتفقيش. ان شاء الله اذا خلصت حتكون في القناة حقت الفوت شامبيونز اللي هي قناة الابطال، شوفوها. في واحدة 7-6 الله اعلم كيف فلت، والثانية 2-1، واللي يتوقع اللي انهزمت فيها استحق اتوقع 5-3 اتوقع. ونروح يا حبيبي على اول مباراة ان شاء الله. 37 حكون راضي فيها، اتم الرضا لاول اسبوع في شهر التأهل. ويلا يا حبيبي، خصم الاول اذا ما طلع بسم الله جاء الاهلي، هو اول واحد خسرت منه كان مع طاقم الاهلي الاخضر. بطايق الهالوين يعني صراحة مرة مو وقتها الشركة تخلي بطايق الهالوين زايدة طاقاتهم الحين، مرة مو وقتها. الله يسمنه غرموس. بسم الله عزيزي المتابع، في أول مباراة في مشوار الفوت شامبيونز الأسبوع هذا. يا عيني يا ميسي، كبير يا ميسي الأول. صراحة ما أدري كيف جابها من زاوية ميتة، أحس شوية. أخ لا أنا أقولها بسرعة، يلا الدور. يا عيني يا الدون، شكرا يا الدون. يو يا عيني يا نينجا، خلص عليه خلص عليه من بدري 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 بدري. عطنا واحدة سي. طارت طارت حبيبي طارت. اما بيجيب الكرة بيرجع، والله ما خليك يا شيخ. واحدة يا شيخ سي يا شيخ، مباراة سهلة ان شاء الله. هات اللي بعده بس على طول. شكرا عزيزي الحكم، نهاية اول مباراة يا حبيبي كانت سهلة، ان شاء الله الباقي سهل كمان. ان شاء الله يكون هذا فوت شامبيونز هادي. اللي بعده تشكيلته المعتاد، الله خيسوس ومارسيال. يلا بيل، فين رايح من الهدف؟ فين رايح من الهدف بس؟ عيني يا الدون. اشتاء يا الله يا الله يا اخي اشتاء. والله حرام والله حرام، يضغط مثلث ودافعي كذا يفهي ويجيب هدف من شوتة واحدة، حرام حرام. شوف كيف مدافع، شوف ريكارد ايش يسوي. يا اخي كذب يا اخي كذب كذب في كذب في كذب يا شيخ كذب. سبحان الله، لا هذا خطا. ما تكذب ما تكذب ما تكذب ان شاء الله. خلصنا من هنا. ابلع يا شيخ ابلع يا شيخ، ايش هذا؟ لصلاح خطيرة جدا التمريرة، هنا جول. خلص هذا جول. يا
يا اخي الكذب ذا يا شيخ ما احبه انا، الكذب هذا ما احبه انا يا اخي. ايش خنقلع يا كذاب يا شيخ، ايش خنقلع يا كذاب. كم الاحصائيات؟ هجمه واحده هو هدف واحد، اقسم بالله اللي ضاع ما يضيع يا شيخ. اللي بعده يتقدم وامام بيكي يمر ويسدد. الله الله، زلزال في الكامب نو. هذا انتم مفقعين، انتم واحد يضربها في راس الثاني. ميسي يو، والله غبي. ضحكتني وانا ما ينفس والله. من رمشة الباص والله تلاقيه مغبون الحين بيحقد صح. يا الله يا ميسي يا شيخ، والله اهدافي سخيفة جدا، اهدافي غبية. هدف الاول عادي حينسحب المسكين، والله ميسي عدمني المباراة هذه. والله معليش يا اخوي، الهدف الثاني سببك انت، بس هذا هدف سلكان صح. اللي بعده جيت الخصم الرابع مارسيال، غريبة ما في خصوص. لا 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 لا، يلعن شكلك يا سون. جول يا رب تولعوا كلكم تولعوا، شبان يا رب تولعوا المرحوم. كل حاجة بتعد. شوت يا عيني يا بيل، يا عيني يا بيل. ايش الرفعة ذي يعني؟ والله بالغلط بالقصد هذه يا اخي، يا اخي غلطونا بالقصد يا اخي. كل حاجة بتعدي لو عينك غفلت، كل حاجة بتعدي لو الله اكبر عليك. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ شكرا يا كانتي على وجودك يا شيخ. فاول ايش؟ معايا الكورة. صفر يا حكم لو سمحت، والله حرام. صفر يا حكم، ايش هذا يا اخي؟ اللي بعده والله تشكيلة بطلة، الله يستر. نيمار وبامبي وميسي فهرمان، لا هذا مو فهرمان صح، الحمد لله يا رجل فهرمان نشبع. يلا ميسي يا عيني على هدف يا شيخ يا عيني. اما ضغط ستارت يا شيخ، اقسم بالله تريحني لو تطلع. ما اتوقع مو متدقتك. ايش في ذا؟ انا يا قلبي قلبه، احسبها فصل علي. يا قلبي قلبه، سوى جلتش هذا ولا ايش وضعه؟ مع نفسه. اللي بعده خصم السادس يا حبيبي، حيدخل مكين. مين مكان هذا؟ يا عيني يا ميسي الاول،
كبير يا ميسي. شات عشان يعرف ممكن تخش الدقة. لا 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 يا أخي ضمنتها حرام تضيع هذه. يعيني يا بيل يعيني يا بيل باليمين، ما أدري ليش ما شوت باليسار بس يعيني. الكذاب هذا. أنهي يا شيخ، أنهي يا ميسي، أنهي يا ميسي، خلص عليه يا عيني. ألف مبروك، شكرا لميسي صراحة الجيم هذا. اللي بعده تشكيلة الخصم رقم 7 ألمانية. اقطع يا هو، والله متابعين يتفرجوا حرام. قسم بالله انهم يتفرجوا، كيف مرة تصم من رجله زي كذا لها بلوك. روبرتو كارلوس، عيني على الباص يا بيل، والله الباص. شوف 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 الباص يا الله. حرام حرام. يلا رونالدو، يا عيني على الهدف يا شيخ، شايفك وانت طالع وربي لحالك وحدك وحدك يا دون. حارس امسك، خلاص 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 لا توترني انت. كيمو يا اخي، والله هدف يدرس يا شيخ، اقسم بالله هدف يدرس فيه من الصبر يا شيخ. يا عيني يا ميسي، يا عيني يا ميسي، يا عيني على العيال كلهم يا شيخ، وربي طرب يا عيني. اهني الخصم صراحه على الهدف هذا، ما قدرت تسوي شيء. انهي يعني يا شيخ، لسه ما خلصت. معليش بيل جبت هدف بس بتطلع. خش يا شيخ، فروك ابو كمان. روح يا ميسي، خلص يا ميسي، خلص يا ميسي، خلص يا مس. من أصعب المباريات صراحة، تأخرت فيها أتوقع برضو. أيوة تأخرت فيها 1-0. اللي بعده الله يستر، إن شاء الله يكون في الجيب. يا عيني يا بيل، يا عيني يا بيل. صحيح شوت باليمين صراحة يعني سهلة كانت باليمين. 40 دقيقة لعب، الكرة لكونتي، فعلها كونتي جول. يا سلام عليك يا انجولو يا كونتي، تسديدة زاحفة أرضية رائعة، هدف الأول في الكاس. بس يا كوكو، بس يا كوكو، ايش بك يا دخية كمان تمسك. يلا ميسي. وجه المر واطلع انسحب يا حبيبي، يلا معاك. عين يا ميسي، ربي فجر المرمى بدون اي رحمة. ميسي صامل يا وحش ولا ايش؟ جيم اوفر خلاص يا مع السلامه الحين. يلا مع السلامه، يلا حبيبي. اللي بعده اليساندريني يا شيخ، والله هذا ما ادري ايش لجج يا ابويا. كيف ضغط 4 ستارتات ولا انا ضغطت اول ستارت؟ شوف اني اتفرج عليه كيف. شوط معفن، شوط معفن والله، شوط معفن. يا عيني يا بيل، اخر دقيقة في الشوط حلوة. والله احتاج الهدف ذا مرة. في الجهة الاخرى لراكاتيتش،
إلى ميسي، ممكن يسدد. الله الله. يا قلبي قلبه، هاي كيف مرضى. الدور خلص، ها ما تغلط عندي، ما تغلط عندي. عطنا واحدة سي يا شيخ. اكل خشب هنا، الغدا خشب يا حبي. والله مو وقتك. يا رب فيفا تحب دقيقة هدف دقيقة 90 الحين. شوف المناولات الغلط. ناي جولان، اقعد. ما في مجال يا حبيبي النينجا. خيط يا حارس، خيط يا حارس. كوبري اتوقع مدافع. خيط عيني. مباراة صعبة صراحة وغثيث الخصم جدا، بالذات الشوط الأول هجم واحد. الشوط الأول كلنا احنا الاثنين. يا ساتر، 35 انا ولا 36؟ ما في تصنيف. اللي بعده فهرمان. لا والله الحارس ده مو طبيعي، بجيبه ان شاء الله اذا قدرت. مو كذا القم، مو كذا. حرام يا اخي البلوكات هذه، حرام البلوكات هذه في العارضة. ابلع يا شيخ، بلوكات للصبح ايش بشويه ويحرسوا. شكرا رامس. يا عيني يا خلت. اما لو تنسحب يا شيخ مو تريحني، مو تريح يا شيخ. شكرا. عارف انك بتنرقع انت وهدفك السخيف. يا الله صراحه كنت محظوظ الاسبوع هذا في كم مباراه اللي سجل على نفسه وهذا، بس هذا والله اقسم بالله حينجلد. كان اتحدى لو ما انجلد ممكن كان تسلك معاه. ايش قلة الادب ذي؟ خذوني معاكم اخوك الصغير وحتعلم والله. ايش قلة الادب ذي؟ 37 و97 مركزي، ايش قلة الادب ذي يا اخي؟ انا صراحة ما يهمني تصنيف، ابغى اتاهل. 37 كويس الاول اسبوع، وان شاء الله يجي بعدها احسن او زيها، ما نبغى اقل ان شاء الله. سبحان الله، يوم احتجت العشرة مباريات عشان تصنف ما جبتها، لما ما في تصنيف جبتها بدون ضغط. وصلنا يا حبيبي لنهاية المقطع، 37 فوز. خلنا نضغط اكس نروح على القائمة ذيك، قالنا شكلها تغبن ذي 97، والله شكلها تغبن. 37 فوز. يعطيك العافية إذا استمتعت ووصلت لهذا الحد من المقطع. إن شاء الله نشوفك في المقاطع الجاية. مع السلامة. I'm a rocket. I got a beat in it. I got a frisk in it. I got a beat. Got a beat. Got a beat. Got a beat.